السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مراد. إذا كنت أول مرة دخلتي اللاشين، ما عليك بالضغط على الزر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد متعلق بالصفحة. المهم اليوم جينا نتكلموا على واحد العلامات، أربعة العلامات. إذا كانوا فيك هذه العلامات، عرف بأن راسك مسحور. علامات نبينهم، اما هما العلامات ديال السحر كاينين 16، انا نبين منهم ربعه. الا كان من اللي كان الانسان باغي يزيد يعرف يكتبها لي في كومونتير، حيت هاد العلامات اللي كنذكر انا كيكونوا ديما، يعني الا بغى شي واحد يعرف او لا بغى يعرفهم كاملين او لا عنده شي مشكل ولا شي حاجه، نخلي النمره ونخلي اي واحد يخلي كومونتير باش المره الجايه نجاوب عليها في فيديو اخر. مهم العلامات، انهم اربعه العلامات كيبينوا الانسان بانه راه مسحور. العلامه الاولى هو الصداع في الراس. صداع في الراس، ابن ادم يوميا يوميا كيضر صداع الراسه، يوميا فيه صداع، هذا علامه من علامات السحر. خصك تعالج راسك، الا شفتي راسك هذا خصك تمشي وترقي راسك ودير رقيه شرعيه. والعلامه الثانيه، العلامة الثانية هي أنه الحريق عنده تحت الكرش والمفاصل. هاد الحريق تحت الكرش والمفاصل تيكون انت حرقو الكرش ديالو بزاف، تتحرقو، هذا تا هو بأنه من أسباب السحر، يعني من أن الإنسان خاصو يتعالج. والعلامة الثالثة هي أنه تيكون عنده في الصدر ديالو واحد الخنق والضيق، والضيق في الصدر ديالو تكون عنده واحد الضيق والخنق. يعني وقال الله عز وجل في كتابه العزيز: ومن اعرض عن ذكري فانه له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. يعني الانسان يذكر الله عز وجل، الا شتي راسك ان الصدر ديالك بحال عندك شي غمه او لا عندك شي حاجه في الصدر ديالك، تقبلي ان ملي تولي تصلي تحس بالراحه اللي ما كاين حتى شي راحه بحالها، تحس بواحد الراحه بانك بصح تولي مزيان في الجسم ديالك وفي الصحه ديالك وحتى في التعاملات ديالك تولي مزيان. عندك سيدي المعلومه الرابعه، العلامه الرابعه هي ان بنادم كيشوف الخيالات، هذه علامه خطيره. بنادم كيشوف الخيالات، على المسحور هو اللي كيشوف دوك الخيالات، المسحور وخيالات وتشوف الفئران الطوبات كما كنقولوا حنا المغاربه، هادو والقطط المشاش كيشوفهم المسحور، اللي مسحور كيشوف هاد الشيء هذا. لكن واحد ما مسحورش راه ما يشوفش هاد الشيء هذا، اما المسحور كيشوف هاد الشيء. يعني حضيو راسكم مزيان، يعني عرفوا راسكم مع من كتعاملوا، مع من كتجلسوا، مع من كتصاحبوا. يعني الانسان يعرف راسو. الرفقه السيئه راه مشكله. راه شحال من بنت دابا كتسول شحال من بنت دابا صاحبتها دارت ليها سحور او لا الحسد او لا بزاف ديال الحوايج. يعني الانسان يحرص على راسه ويعرف مع من كيتمشى وديما يذكر الله، ديما يذكر الله عز وجل ديما. وآية الكرسي الانسان يقراها في الصباح وفي المساء وفي النوم 3 مرات، يقرا آية الكرسي. آية الكرسي سبحان الله عظيم. المهم هذا هو الفيديو، ما نطولوش عليكم. المهم الا كانت شي حاجه البنادم الانسان يكتبها في الكومونتيرات، او لا بغيت تفهم شي حاجه اكتبها في كومونتير، وما يكون على خير ان شاء الله، ونبينوها في فيديو اخر. وشكرا لكم على المتابعه، وما تنساوش ديروا الاشتراك وديروا اللايك. دير لايك باش نتشجع شويه وندير فيديوهات احسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.